الإمام الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل يشتكي الفاقة يعني الفقر، فقال استغفر الله. وجاءه شخص آخر يشكو عدم الإنجاب، قال له استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه، فقال له استغفر الله. فقال أحد الحاضرين: كل من جاءك تقول له استغفر الله؟ قال: لم أزد على القرآن وتلا الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا أهل العلم يقولون: من رأى يعني أموره في ضعف وفي فليستقبل الاستغفار وليكثر منه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً.